أربع شراشيب. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، ليلتكم حلوه النهارده كده معانا في 24 شريف، ونتمنى تتبسطوا. عندنا اكلات حلوه قوي قوي قوي. ده النهارده جايه الملاك البريء، لابسه ابيض في ابيض، عروسه حبيبتي. انت عارفه بحب الابيض، مع اني بحب قوي الالوان المترقعه، بس الابيض ده ماي فيفورت. اوكي. فاكره فستان فرحك؟ كان شكله ايه؟ لا ده انا قعدت، ده يا نهار ابيض، انت عارف لا انا متخيل. واتي انت عارف الديزاينر بتاعتي اللي كانت عامله، انت عارف؟ انا عارفها. وقعدنا نحدده بالظبط، ده عايز اقول لك ماشي بالسنتي. فستان فرح؟ مين الديزاينر؟ ما خلاص بقى. خلاص ماشي. مش حد من حبايبنا؟ لا والله؟ لا. ايه ده، مش من حبايبنا؟ لا بس احنا انت تعرف. اوكي. حاولت اعرف في الغالب، هاخد فاصل عشان اعرف بس. اتس اوكي. عامل ازاي الفستاك؟ لا ده كان ساعتها عارف اللي هو حاجه كده، كانت الف ليله وليله يعني. ولبستي تاج؟ لا ما كانش على ايامها تاج الموضه، وطرحه طويله صح؟ انت مش عايزه تفتح عروسه. خلينا في النهارده. يا عقبال ما تفرحي بابنك كده ان شاء الله، وتختاري له العروسه. ده انت هتبقي حامه. ايه كارثه دي حقيقه. خلينا في الاكل، خلينا نركز في الاكل. النهارده عندنا كنور مشرفنا ومنورنا. طبعا اول ما نقول كنور هنقول النفس عليكي والطعم علينا. وصفات اقتصاديه رمضانيه، وانت عامله حاجه غريبه قوي. ايه بقى ده اللي عامله بكنور؟ دي اكله يوناني اسمها ترابيتا. ترابيتا؟ ترابيتا. ايه بقى دي، عباره عن ايه؟ دي عن جلاش ومحشي بالبشاميل والجبنه. يعني جوه هنا في بشاميل؟ جوه بشاميل بقى، بيخلي الجبنه كريمي جدا. ومستخدمه بشاميل كنور. كنور اللي هو سهل جدا جدا، اسهل حاجه في الدنيا. خطوه واحده. واحنا بنقول كنور بنقول ده علامه تجاريه من 1838 يا اولاد، يعني حاجه داخله على ال 100 سنه، اكتر من 100 سنه. ايه ده؟ لا ده كتير. 200 سنه؟ لا ايه ده؟ ده في عام 200 سنه يا كنور؟ ايه الشطاره دي؟ الشطاره دي؟ ده 200 سنه بجد تقريبا. طيب عشان كده هما بيقدموا طعم جوده اعلى جوده في الدنيا. طيب ده اول طبق. ايوه. بعد كده هنعمل السمك بصوص الزبده والشبت. الله، الزبده والشبت. ودي مكرونه بالجمبري. يا سلام بقى، ما اقولكيش. طيب عايز تبتدي؟ تعالى نبتدي بالتربية. بس قبل ما تبتدي خلينا بس نفكر مشاهدينا بالحاجات اللي معانا النهارده من كنور. النهارده دعاء اختارت تستخدم بشاميل كنور، هتعمل بيه صنف جديد يوناني. واول ما هنقول كنور هنقول طبعا مرقه الدجاج ومرقه اللحمه ومرقه الخضار، هتلاقوها باحجام مختلفه، وفي عبوه التوفير فيها 24 مكعب، وفي العبوه اللي فيها 12 مكعب، وفي العبوه اللي فيها 8 مكعبات، وفي اللي هو مكعب واحد. كمان اول ما نقول كنور اكيد هنقول فيجيتار، وفيجيتار احلى قرمشه، هتعملوا بيه وصفات كتيره جدا. كمان عندنا خلطه الكفته، خلطه الكفته من كنور بتدي طعم ومذاق تحفه للكفته. مره تانية بنشكر كنور على الوصفات الحلوه اللي معانا في 4 شارع شريف. نبتدي باول وصفه وتقولنا مقاديرها. عروسه. هنحتاج لفه جلاش وثلاث مكعبات زبده ونص كوبايه زيت، وللحشو كيس بشاميل كنور، كوبايتين لبن، وكوبايتين جبنه براميلي. اوكي. بس كده. يلا هيا بينا. يعني كل الفكره في الطعم بتاع البشاميل. طب خليني بس اقول ان احنا البشاميل العادي بقى بنقعد نجيب بقى ايه الزبده والدقيق ونعملهم بالزبط. لون معين، مكان ننزل عليهم اللبن حبه حبه عشان ما يكلك قصه. انا عايز اقول لك احنا ممكن ندوبه في اللبن كده وننزل بيه على النار. هنا عندنا اهو الكيس من كنور البشاميل، بمنتهى السهوله هنفتح الكيس ده، هندوبه في اللبن ونقعد نقلب فيه لغايه لما يتقل، لغايه لما يبقى احلى بشاميل في الدنيا. هنعمله دي الخطوه الاولانيه. ابتدي انا بيه؟ لا طيب يلا. ممكن تدوبه في اللبن وننزل باللبن والبشاميل. بندوب الاول في اللبن. اوكي، عايزين بس المقص بتاعنا. اوكي، عايزه كم كيس؟ عايزه كيس. كيس واحد. اوكي يلا، ادي كيس. هو على فكره الكيس بيعمل كمية بشاميل كتير، بس احنا عايزين سمكة معينة البشاميل، عايزينه تقيل. والكيس بيتحط على نسبة لبن معينة. بالظبط، بس احنا عايزينه تقيل شوية، فعشان كده
اوكي هننزله في اللبن. اللبن بيكون دافي ولا بيكون عادي؟ لا عادي. اوكي اللي بص هو مفيش اسهل من كده. اللبن اللي موجود هنستعمله هنقلب هنحطه على النار هيبقى خطوه بشاميل على طول. اوكي اهو. اوكي مش هنحط زبده يا جماعه ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. هو مع نفسه كده اهو اهو هنقلبه صح بالظبط وننزله بعد كده على بس بيدوب بسرعه جدا ده حقيقي. هننزله بعد كده على النار اهو نقعد بقى نقلب فيه لغايه لما يتقل. يتقل انا عايز هنا يتقل. طيب في هذه الاثناء تعالى بقى نفتح الجلاش ونبتدي نورقه. عايزه الفرشه والزيت. هنحط شويه زيت على الزبده. بس كده اوكي هنخلطهم مع بعض. دي عشان بس الجلاش يتورق ويدي اللون الذهبي الحلو. الأكلة دي في كمان هي اسمها ترابيتا وفي أرنابيتا. أرنابيتا دي بتتعمل باللحمة بنفس البشاميل وكله بس بتعمل لحمة. كان معانا أستاذة جميلة وصديقة عزيزة مدام فريدة جميع. قعدت 32 سنة في اليونان. تمام. وأنا في المحور قناة المحور كانت هي بتيجي تطبخ معانا مرة في الأسبوع أكل يوناني. كمية أكلات تعرفي تحفة. وأكلهم سهل وبسيط ومش مكلف. بس بيدي طعم حلو أوي. أوي. بصي خلاص اهو تقل. لا عايزه اتقل من كده. خليه على النار لغايه لما يكون اتقل. أوكي. من كده هنحط دلوقتي هنا ورقتين كده. تقل قوي. بصي ما ما انا عايزاه يبقى فعلا كده. لا شويه كمان فعلا. ما عشان كده بقول لك الكيس الواحد بيعمل كميه بشاميل كبيره بس احنا حطينا كيس واحد على مقدار اللبن ده عشان عايزينه تقيل قوي. اوكي بس حلو كده. خليه كده بقى بره بعيد عن النار لغايه لما انا اعمل الورق ده. هنحط كده وبين كل ورقتين ثلاثه اللي هي عايزه زيت تاني؟ لا خلاص دهنه الزبده والزيت. وما تقلقوش على فكره البشاميل يعني الوصفه دي هتلاقوا البشاميل مع الجبنه هيدي طعم للجبنه كريمي حلو جدا جدا. وعلى فكره ممكن الوصفه بتاعه الجبنه والبشاميل دي تستخدم كمان في الفطاير والسمبوسك بتاعه رمضان. عايز اوريهم شكل البشاميل. بصوا بستلك قد ايه يعني السماكه بتاعته قد ايه تقيل وحلو ازاي. طبعا انتوا بقى عايزين تخففوه تقلوه زي ما انتوا عايزين بس هي في الوصفه دي احنا قاصدين ان هو يكون سميك. اوكي هنحط كمان ورقتين وبعد كده ننزل الجبنه انا ههرسها بايدي كده. لا ههرسها اصل مش عايزاها فتافيت قوي. ليه؟ لا مش عايزينها فتافيت عايزينها عشان ما تنزلش ميه كتير. بجد؟ انا عايزاها بس انا هكسرها بايدي كده. مربعات؟ لا ده انا كده تتفرك كده بس. اوكي كده خلي دي بقى هنستعملها تاني. هنيجي هنا نكسر الجبنه بالطريقه دي وممكن يعني الجبنه تكون ناشفه كده او ممكن ان هي تكون عايزاها ناشفه صح؟ ناشفه احسن. هي الجبنه اليونانيه لو تاخد بالك ان هي دايما بتبقى ناشفه حبه بينقعوها في ميه وحاجات كده. هي الجبنه بتتنقع في الميه؟ تتنقع في الميه عشان تطرى وتنزل كميه من الملح. اوكي بس دي مش منقوعه ولا حاجه هي زي ما هي لسه هنحطها اهي. هي بس تتفرك الجبنه بتتفرك بالطريقه دي. بعد كده هننزل بالبشاميل. مش هتحطي عليها حاجه خالص ولا الجبنة. اي حاجه. اوكي هي الاساس فيها البشاميل. تنزلي الجبنه الاول؟ لا هما مع بعض هنخلطهم مع بعض. احطها في البشاميل طب واقلبهم؟ ماشي يلا بس نكون رفعنا خلاص البشاميل من على النار. لا مش على خلاص هو مش يعني كده اتس فاين. ماشي اهي الجبنه بتاعتنا هنحطها على البشاميل تقليبه وهننقلها هنا على الصينيه على طول اهو. حلوه الاكله دي مختلفه خالص. اهو البشاميل بتاعنا من كنور قلبناه على الجبنة البيضة. تخيل بقى كمية اللي هي الطعم الكريمي الحلو اللي هيطلع منها. مع البشاميل الحلو ده هيبقى الطعم مختلف خطير. ايوه يلا هنحطها هنا كل ده. بصوا متماسكة ازاي تحفة. هنحط كده في النص
ومش لحد الاطراف في الاخر قوي، ومش هنعمل كميه كبيره يعني، دي كده كميه تمام يعني، قصدي مش هنعلي الحشو قوي. وناخد بقى ورقتين نحطهم عليها كده، دهنة الزبدة والزيت كمان دول. حتى لو في ورق على فكرة متقصقص يعني، نتخيل ان دي بقى اهي، انا هقطعها اهي، اه تعتبر الكنابيش دي، لو في عندنا ورق على فكرة ما فيهوش اي مشكلة خالص خالص. هو ده يتعمل بالبواقي بتاعته هيبقى حلو قوي، هيدي اشكال حلوة جدا. هنحط كده اهو الزبدة والزيت، اخر ورقة اهي، خليني اقطعها برضو كأن دي يعني هوادر معانا اهي. وبعدين تخش الفرن بالظبط، بس لسه هنعمل، بص احنا الطرف اللي تحت هتعمل ايه؟ هنعملها كده كأننا بنعمل فطيرة اهي بالطريقة دي اهي كده، وهندخلها ندهن الوش بقى بالزبدة والزيت برضو، هتطلق عليها كل الزبدة والزيت الفاضلين بالظبط، بس هتنيها كده الأول، وبعد كده الزبدة والزيت هيبتدي الورق يتشربها، وهضغط عليها تاني بإيدي اهي. بص الطريقة دي كده تقعد قد ايه في الفرن؟ هتقعد في الفرن حوالي ساعة وربع. ياه. الرف اللي في النص درجة حرارة وسط. هعمل بقى كده. أكلة اقتصادية جدا جدا، وشكلها حلو عزوماتي، عزومات قوي في رمضان كده اهي كده. هعمل كده بايدي، وما تقلقوش ولا اي حاجه، البشاميل ولا هيكون يعني مش هيطلع ولا اي حاجه خالص. اوكي، بس ندخل على الفرن. اوكي، هتقعد قد ايه قلتي؟ ساعه وربع. الرف اللي في النص ساعه درجة وربع على درجه حراره، درجه حراره وسط الرف اللي في النص. اوكي كده خلصنا اول حاجه. احكي لي عملنا ايه اول حاجه. كانت عملنا حاجه اسمها تروبيتا، دي اكله يوناني عملناها مع كنور، واستخدمنا بشاميل كنور. اوكي، وعملنا البشاميل وبعد كده ورقنا الجلاش. طيب خلينا بقى نسمع دلوقتي جزء من زي الهوى بصوت مؤمن خليل، وبعد كده نرجع لكم مع دعاء. نعمل ايه؟ هنعمل السمك، وبعد كده نعمل بقى المكرونه بالجمبري. يلا بينا مزيكا.
عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بإيديا ماسك الهوى وقامل الهوى يا حبيبي قامل الهوى يا حبيبي. أوبا أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف كل فكرة لازم افضح حد من شوية فضحتها في الفستان ودلوقتي استاذ خالد المصور فضحته في حاجة اقول لا خلاص خلاص الطيب احسن ايوه قصدي هقول عليه ايه ولا ايه حاجات كتير ده في عريضة لا 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 كده كويس مش حمار ازاي اصلا خلاص خلاص انا هدافع عنك ما تقلقش يا طيبة انت يا طيبة القلب انت هتغنياني كمان شوية عشان انت طيبة طيب هتعمل لنا دلوقتي ده الصنفين أيوة. ده ايه؟ ده سمك بصوص الزبده والشبت نوعه ايه السمك ده؟ بولتي بولتي وده؟ ودي سلطه مكرونه بالجمبري يلا مقادير السمك هنحتاج كيلو سمك بولتي وللتتبيله 3 فص ثوم حبه طماطم حبه فلفل احمر معلقتين عصير ليمون معلقه صغيره كمون معلقه صغيره كزبره ناشفه نص معلقه صغيره 7 بهارات ربع كوبايه كزبره خضراء ربع كوباية شبت وملح وفلفل للصوص 3 مكعب زبدة فصين توم وثلاث معالق كبار مستردة ونص معلقة صغيرة بابريكا ونص كوباية شبت وملح وفلفل بس كده تعال نتبله الأول هنحتاج الكبة مين؟ الكبة الكبة والله؟ أوكي حتى هتطحني إيه؟ هنطحن بقى التوم والطماطم والفلفل ادي الكبه يا ستي صوص الثوم الصحيحه مع الطماطم الطماطم والفلفل الاحمر وعايزين نحط معاه فلفل حامي تمام لو عايزين لو احنا حابين نحط فلفل حامي تمام حاجه ثانيه لا لا هنضربهم مع بعض مع الكمون والكزبره كزبره ناشفه وكمون احكي كده بنقول الكبه دي فيها ايه حطينا فيها الثوم فصوص والطماطم وفلفل احمر والكمون والكزبرة اوكي نطحن يلا عايزاها ناعمة قوي ولا مجروشة؟ لا لا مجروشة حطيت انا شوية ملح وفلفل اسود بصي كده حلو حلوة قوي قوي ناخدهم بقى لا ثانية 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 حطيت العملة دي انا عارف ايوه حطينا كل اللي احنا عملناه دلوقتي وهننزل عليه بايه الكزبرة والشبت نقلبهم كده تقليبة مع بعض وبعد كده السمك البولتي ده متنضف ومشقوق هنشوف دلوقتي اهو متنضف من هنا من البطن هنا ومشقوق من فوق هنمسك ونحشي الجزء ده وفي الفتحات دي هندخل الخلطة بتاعتنا هنا وهندخلها هنا ممكن الصينية اول واحده هنعمل كده برضو هنحشي السمكه من جوه والفتحات خليها بس من فوق الفتحات مش الجنبين عشان لما تتحط في الصينيه ما تلزقش هذه الثانيه نعمل الثالثه نعمل كده وهنرش على اللي احنا حطيناه ده شويه زيت وتعالى نعمل بقى الدريسنج اللي هو الصوص بتاعه اللي هيتحط ودخلها الفرن؟ بس لسه هنحمل الاول الصوص يعني هنعمله وندخله ايوه بالظبط اوكي يلا هننزل بالزبده ولو حابين ان احنا نحط جزء من الصوص ده على السمك وهو داخل الفرن وبعد كده جزء نسيبه لما ساعة التقديم ده او ده ده يعني ممكن نعمل نص ونص او نعمله كله في خطوة واحدة قبل او بعد بعد كده هننزل بالمستردة نقلب شوية ملح وفلفل بسيط لان المستردة مملحة فحابة بسيطة جدا فلفل اسود اللي ما عندوش مستردة يعمل ايه ممكن الخردل بيتباع عند العطار زي الكمون وزي الحاجات دي ممكن بدل ده يحطوا دقيق
هنعملها شويه صح؟ ممكن بس طبعا المستردة هتبقى بس هو المستردة بتدي طعم حلو. هنحط بقى هنا اهو البابريكا شويه والشبت ونقلب وننزل بده كده على السمك ونخش على الفرن بس كده مش شامم الريحه بقى فظيعه. احلى فكره احنا ما استخدمناش ليمون لان المستردة ما استخدمناش ليمون؟ اه لان المستردة هي فيها فيها نكهه الليمون بالظبط. اوكي تعالى نقول بقى ايه مقادير المقادير. ايوه يلا مقادير الايه؟ سلطه الجمبري المكرونه بالجمبري بالظبط. معلش هي هتقعد ماشي كمل كمل اتفضلي. طيب هنحتاج ربع كيلو جمبري وثلاث كوبايات مكرونه، كوبايه كرنب احمر، نص كوبايه جزر، نص كوبايه بصل، كوبايه فلفل الوان، نص كوبايه كرفس، وللدريسنج اربع معالق كبار زبده فول سوداني، ربع كوبايه صويا صوص، معلقتين كبار عسل ابيض، فص ثوم، ومعلقتين عصير ليمون وملح وفلفل. حطينا هنا في الطاسه حاجة بسيطة قوي. معلش هو السمك يقعد قد ايه في الفرن؟ السمك يقعد بس لغاية لما يحمر، هو ما بيلحقش اصلا كده يقعد وقت طويل. اوكي. هنحط الجمبري على شوية الزيت دول، بس ممكن انزله عشان هو فيه بس انزل حبة مية. مع رشة ملح وفلفل. رشة فلفل اسود، رشة ملح. هنقلبه. ده ما بياخدش بقى 3 دقايق على النار، ما تسيبوش كتير عشان ما يشدش ويبتدي يكش. هو كده اهو يا دوب بس يغير لا احنا لسه عاملين دريسنج للسلطه هيتحط كده بس كده خلاص. تعالى بقى نعمل. هنحتاج بوله. اوكي اتفضلي. نحط بقى المكرونه دي مسلوقه انا اخترتها قواقع. وهنحط كرنب احمر. ايوه. والجزر والفلفل الملون. بس كل المكونات اللي احنا قلنا عليها هننزل بيها. هنحط البصل دي كده عايزين يتقلبوا مع بعض. وهتيجي هنا بقى نعمل الدريسنج بتاعنا. الثوم انا هقلب لك دول مع بعض. ممكن بس حاجه عشان نقلب الدريسنج. هنزل المكونات ونقلب الدريسنج البتاع ده نحطه في الاخر ساعه الغرف صح؟ نقلب منه شويه ونسيب شويه على الوش ساعه الغرف. بس هنحتاج المضرب عشان نقلب كل الحاجات دي. وهنحتاج ليمون وخل. ادي الليمون والخل وشوية ملح وفلفل. ادي فلفل اسود وشويه ملح. ما نكترش برضو لان الصويا صوص فيها ملح. نقلب ده كده. هتلاقيه الاول زبده الفول السوداني بتفرط حبه وبعد كده هتلاقيها بتتجانس. عامله شبه شويه فكره الطحينه ان هي بتبقى الاول بتفرط وبعد كده بتتجانس مع بعض. اهي. نقلب كده اهو بقى القوام بتاعه كله كريمي. وننزل بقى بده على السلطه ونحط فوق الجمبري في الاخر. ناخد كده ممكن نعمل كده ونحط الجمبري اهو ونحط الجمبري. تجنن طبق حلو قوي ويشبع مع انها سلطه بس بتشبع. لا هي ده انا بالنسبه لي طبق رئيسي مش سلطه كده. خلصنا؟ خلصنا. هاتوا لنا كده الطبق اللي غرفناه دلوقتي الاول. شكله حلو قوي ويفتح النفس بصراحه. النهارده دعاء تألقت كالعاده. احكي كده للمشاهدين عملنا ايه؟ عملنا النهارده حاجه اسمها ترابيتا. دي اكله يوناني استعملنا فيها خلطه البشاميل من كنور وعملنا سمك بصوص المستردة والزبده والشبت وعملنا مكرونه بالجمبري. دي سلطه. الله عليك. ميرسي يا شريف. بشكرك. ميرسي يا شريف. هنسمعك دلوقتي يا طيب القلب لعبد المجيد عبد الله. وبعد كده نروح للاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. خليكم على سماحته. شكرا. دعاء مزيكا.
طيبة لقلبي وينك حرام تهجر بنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك يا طيبة لقلبي وينك حرام تهجر بنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك اتخيلك بالمرايا في مجلسي والهدايا يا شين ذيك الزوايا من دون طلعت جبينك يا شوق عيني لعينك اتخيلك بالمرايا في مجلسي والهدايا يا شين ذيك الزوايا من دون طلعت جبينك يا شوق عيني لعينك يا طيب القلب وينك حرام تهجر طنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك يا شوق عيني لعينك يا شوق عيني لعينك يا طيب